HS Engineers. Go with the professionals. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس محمد أحمد. إن شاء الله نستكمل مع بعض كورس سويل ميكانيكس. نتكلم النهاردة عن شابتر جديد، شابتر 7، سويل استريسس، جهادات التربة. يعتبر من أهم الشباتر في السويل ميكانيكس. لو خدنا مكعب من التربة وحبينا ندرس الجهادات اللي بتأثر عليه عند عمق معين من سطح التربة، هنلاقيه بيتأثر ب9 جهادات في اتجاهات مختلفة. 3 جهادات بتأثر على الاتجاهات العمودية على أوجه المكعب، اللي هما سيجما إكس، سيجما واي، وسيجما زد. يبقى عندنا سيجما إكس، سيجما واي، سيجما زد بيأثروا في الاتجاه العمودي على أسطح المكعب. بنسميهم بالإجهادات الطبيعية اللي هما النورمال ستريسز. وعندنا في 6 إجهادات بتأثر في الاتجاهات الموازية لأوجه المكعب، تاو زد إكس، تاو زد واي، تاو واي زد، تاو واي إكس، تاو إكس زد، وتاو إكس واي. هما بيأثروا في الاتجاهات الموازية لأسطح المكعب. بنسميهم بإجهادات القص، شير ستريسز. تسمية إجهاد القص عبارة عن رمزين. لما نيجي هنا نقول تاو إكس واي أو تاو زد واي، معناها إيه الزد ومعناها إيه الواي؟ في تسمية إجهاد القص، الرمز الأول عبارة عن المستوى الذي يتأثر بالإجهاد، والرمز الثاني يمثل اتجاه الإجهاد. يعني إيه؟ يعني لو قلنا تاو زد إكس معناها إيه؟ معنى إن إجهاد القص في المستوى العمودي على محور زد. يبقى محور زد ده كده، الزد ده هو الاتجاه المستوى اللي بتأثر بالإجهاد. ومعنى الإكس معنى كده إن الإجهاد القص دوت يؤثر في اتجاه موازي لمحور إكس. لو جينا نشوف تاو زد إكس على الرسم، أدي تاو زد إكس، اللي بيأثر في المستوى الموازي لمحور زد أو عمودي على قوة زد، وفي نفس الوقت في اتجاه محور إكس. يبقى احنا كده زي ما قلنا عندنا 9 إجهادات، 3 إجهادات بتبقى عمودية على أوجه المكعب، هما سيجما إكس وسيجما واي وسيجما زد. عندنا 6 إجهادات تبقى موازية لأوجه المكعب، بنسميها بالشير ستريسز. طيب لو حبينا نشوف ايه سبب الإجهادات اللي بتبقى على التربة دي جاية من ايه؟ الإجهادات بيبقى ليها سببين. أول حاجة لإما بسبب وزن التربة نفسها، تاني سبب يبقى بسبب أحمال خارجية. يبقى أنا الإجهادات اللي بتأثر على التربة، لو جينا نتكلم عن إجهادات التربة الرأسية اللي هي بتبقى عمودية على أوجه المكعب، هنتكلم إن شاء الله في الشابتر دوت عن النورمال ستريسز، وهنتكلم بالأخص عن إجهادات التربة الرأسية. إجهادات التربة الرأسية بتبقى ناتجة عن إيه زي ما قلنا؟ أول حاجة لإما بسبب وزن التربة نفسها، تاني حاجة لإما بسبب أحمال خارجية. يعني إيه بسبب وزن التربة نفسها؟ لو جينا نبص على التربة هنلاقي في بين حبيبات المواد الصلبة فيه مية، المية دي بتولد ضغط على حبيبات التربة، بنسميه البور ووتر بيرير. تاني حاجة عندنا total stresses due to overburden barrier، اللي هو الإجهاد الكلي نتيجة وزن التربة. عن طريق الاتنين دول هنحسب حاجة اسمها effective stress اللي هو الإجهاد الفعال. تاني حاجة عندنا الإجهادات بسبب أحمال خارجية. لو عندنا حمل خارجي أيا كان الشكل بتاعه، أول حاجة هنشوف الاستريسز الإجهادات نتيجة بوينت لود. لو عندنا حمل مركز في نقطة، الحمل دوت بيسبب لي إجهادات في التربة. هنعرف إزاي إن شاء الله نحسب قيمة الإجهاد المتولد نتيجة لحمل مركز في نقطة. تاني حاجة استريسز ديو تو لاين لود، لو عندنا حمل خطي نعرف ازاي نحسب الإجهاد
عند عمق معين نتيجة لحمل خطي بيأثر على سطح الأرض. تالت حاجة الاستريس ديو تو ستريب لودينج، لو عندنا حمل شريطي هنعرف ازاي برضو نحسب الإجهاد اللي بيأثر على التربة في على عمق معين. نفس الكلام الاستريسز ديو تو ريكتانجل اريا، لو عندنا استريسز لو حمل بأثر في مساحة مستطيلة هنعرف نجيب الإجهادات الناتجة في التربة بسبب الحمل دوت. خامس حاجة الاستريسز ديو تو لودد اريا اوف الريجولار شيب، لو عندنا شكل غير منتظم محمل عليه أحمال عايزين نحسب إجهادات التربة على عمق معين، هنشوف ازاي نقدر نحسبها. سادس حاجة الاستريسز ديو تو امبانكمنت لودنج، لو عايزين نحسب إجهادات التربة نتيجة لحمل بتاع الجسور هنبدأ أول حاجة نشوف ازاي نقدر نحسب الإجهادات الداخلية في التربة اللي هي قلنا البور ووتر بريا والتوتال ستريسز ديو تو اوفر بريدن بريا. أول حاجة لو جينا نتكلم عن البور ووتر بريا اللي هو قلنا ضغط المية الموجود بفراغات التربة، زي ما قلنا قبل كده إننا بيبقى عندنا أدي حبيبات التربة ما بينها فراغات بينية، قلنا الفراغات ديت بيبقى فيها مية أو هواء أو مية وهواء. فرضنا إن بين الفراغات بين حبيبات المادة الصلبة دي موجود مية، المية دي بتضغط على الحبيبات وبتحاول فصل حبيبات التربة عن بعضها، يبقى المية اللي موجودة ما بين الحبيبات بتحاول إنها تفصل الحبيبات دي عن بعضها، يعني بتضغط للخارج على حبيبات التربة بتحاول فصلها عن بعضها. قيمة الاسترس اللي بتولد على حبيبات التربة نتيجة لضغط المية دوت عبارة عن يو، بنرمز له بالرمز يو، بيساوي جاما ووتر في اتش. جاما ووتر زي ما قلنا هو اليونت ويت اوف ووتر، كثافة المية. الاتش ديبس بلو ووتر تيبل سيرفيس، يعني ايه؟ يعني العمق من منسوب المياه الجوفية. يعني انا لو عندي عاوز احسب الاستريسز البور بريجر اللي هو الضغط المية على عمق وليكن عند مستوى AA، يبقى عشان احسب قيمة ضغط المية على تربة عند العمق AA قيمة ضغط المية هنا هتساوي جاما ووتر في H. H دوت اللي هو المسافة زي ما قلنا من الووتر تيبل سيرفيس، من منسوب المياه الجوفية لعند المستوى اللي أنا بحسب عنده. لو جينا نبص على العلاقة بتاعة البور ووتر بريجر هنلاقي إن ضغط المية بيزيد بمعدل خطي مع زيادة البعد عن منسوب المياه الجوفية، يبقى الزيادة بمعدل خطي مع زيادة البعد عن منسوب المياه الجوفية، يبقى أنا كل لما هنزل العمق يزيد هلاقي إن ضغط المية عندي بيزيد. بعد كده هنيجي نتكلم عن total stresses due to overridden barrier اللي هو الضغط الكلي، بيبقى نتيجة عن وزن عمود من التربة الواقع فوق النقطة. أنا لو عندي نقطة عند المستوى AA عاوز أحسب التوتال ستريس اللي بأثر عليها، عبارة عن ايه الإجهاد الكلي اللي بأثر عليها؟ عبارة عن وزن عمود التربة من أول النقطة لعند سطح التربة. طب لو حبيت أحسبه هنقول إن سيجما بيساوي جاما توتال في زد. سيجما اللي هو قلنا التوتال ستريس عند عمق معين، وجاما توتال التوتال يونت ويت اوف سويل الكثافة الكلية للتربة عندي اللي بتأثر على النقطة ديت. يبقى عاوزين نحسب وزن عمود التربة زي ما قلنا اللي بأثر من سطح الأرض لعند النقطة، عبارة عن إيه؟ عبارة عن جاما توتال في زد، جاما توتال التوتال يونت ويت اوف سويل، والزد هو
العمق اللي عندي. الكلام دوت لو التربة عندي متكونة من طبقة واحدة، يعني نفس كلها تربة، نفس النوع تربة متجانسة الجمع ليها واحدة. طب لو كانت التربة دي مكونة من طبقات، يعني هنا وليكن دول طبقتين ولا حاجة، كل طبقة ليها جامة مختلفة عن التانية. لو حبيت أحسب الاسترس، توتال استرس اللي بأثر على النقطة هنا، عبارة عن جامة توتال اي في اتش اي، عبارة عن كثافة كل طبقة في ارتفاع كل طبقة. أجيب لهم سمشن، وسمشن جامة توتال كل طبقة في ارتفاع طبقة. بعد كده هنتكلم على الإفكت في ستريس. إجهاد التربة الفعال هو عبارة عن الإجهاد الذي ينتقل عبر مناطق التلامس بين حبيبات التربة وبعضها البعض. دلوقتي أنا عندي كده نوعين من الستريسز. أول حاجة قلنا البور ووتر بريجر، ودوت بيحاول إنه يبعد حبيبات التربة عن بعضها. النوع التاني عندي التوتال ستريسز ديو تو اوفر بريجر، اللي هو الاجهاد الكلي الناتج عن وزن التربة، ودوت اتجاهه عكس اتجاه البور ووتر بريجر، ان هو بيحاول يضغط لي حبيبات التربة على بعضها. يبقى انا عندي المية بتبعد حبيبات التربة عن بعضها، انما التوتال ستريس الناتج عن وزن التربة بيضغط الحبيبات على بعضها. الإفكتيف ستريس هيبقى هو الفرق، سيجما داش هو الفرق ما بين التوتال ستريس ديو تو اوفر بريدن بريير والبور ووتر بريير. هيبقى الفرق ما بين الإجهاد الكلي الناتج عن وزن عمود التربة ناقص إجهاد المية، الجهاد ضغط الناتج عن ضغط المية الموجودة بالفراغات. يبقى الإجهاد الفعال هو الإجهاد الذي ينتقل عبر مناطق التلامس بين حبيبات التربة وبعضها البعض. يبقى الإجهاد الفعال للإفكتيف ستريسز ده الإجهاد اللي هينتقل بين حبيبات التربة، عبارة عن الإجهاد الكلي اللي هو بتاع وزن الهواء اللي قلنا بيعاوز بيتجمع الحبيبات على بعضها، وأطرح منه إجهاد ناتج عن ضغط المية اللي هو بيبعد الحبيبات عن بعضها، حبيبات المواد الصلبة عن بعضها. يبقى لو جينا نحسب الإفكتيف ستريس، الإجهاد الفعال اللي هو سيجما داش، زي ما قلنا عبارة عن سيجما ناقص يو. قلنا إن سيجما عبارة عن أول حاجة سيجما، لو جينا نحسب الشكل دوت عندنا دوت جراوند ليفل منسوب الأرض، هنا جراوند ووتر ليفل، أن أنا عندي المية في مية أعلى من منسوب الأرض، يعني أنا عندي في مية فوق منسوب الأرض الطبيعية، مية ارتفاعها اتش. عندي تحت هنا جاما ساتوريشن، الجاما بتاعت تربة هنا تربة مشبعة لأن المية كمان أعلى من المنسوب بسطح الأرض. لو أنا عاوز أحسب الاستريسز الجهادات عند منسوب AA وليكن على عمق زد من منسوب سطح الأرض، عاوز أحسب الجهاد الفعال. قلنا الجهاد الفعال عبارة عن توتال ستريس ناقص البور ووتر بريشر. توتال ستريس لو جينا نحسب التوتال ستريس هنا هنلاقي ان هو جاما ووتر في اتش للجزء دوت، كثافة المية لان انا عندي ده كل ده مية وارتفاع اتش. يبقى الستريس التوتال ستريس قلنا وزن عمود تربة اللي بيأثر على النقطة دي، بس هنا في مية كمان فوق التربة، فنفس الكلام هحسب وزن عمود المية اللي بأثر على النقطة. وزن عمود المية دوت عبارة عن جاما ووتر في الارتفاع اتش. يبقى أنا كده حسبت للجزء اللي هو الارتفاع اتش. باقي معايا ايه تاني؟ باقي معايا الجاما بتاعت الجزء دوت في الارتفاع بتاعه اللي هو زد.
الجزء دوت الجاما ليه ساتوريشن، جاما ساتوريتد لأنها مشبع، يبقى كده توتال ستريس عبارة عن جاما ووتر في اتش زائد جاما ساتوريشن في ارتفاعها اللي هو زد. يبقى أنا كده حسبت سيجما توتال. لو حبيت أحسب البور ووتر بريشر اللي هو اليو دوت، اليو عبارة عن ايه؟ أنا عندي ارتفاع المية من أول فوق هنا لتحت خالص، يبقى اليو عبارة عن جاما ووتر في اتش زائد زد. أنا عندي قلنا البور ووتر بريشر يبقى هو ضغط المية، بيبقى من أول منسوب المية لغاية النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها، ده الارتفاع بتاعه، يبقى قيمته جاما ووتر في اتش زائد زد. عشان أحسب الإفكتيف ستريس عبارة عن الفرق ما بين التوتال ستريس والبور ووتر بريشر، نطرح الكلمتين دول من بعض، هيبقى جاما ووتر في اتش زائد جاما ساتوريتد في زد ناقص جاما ووتر في اتش، نفك القوس، جاما ووتر في اتش ناقص جاما ووتر في زد. اختصرهم مع بعض هنلاقي ان الافكتيف ستريس عبارة عن جاما ساتوريتد في زد ناقص جاما ووتر في زد، لان هنا الجاما ووتر في اتش ديت هتروح مع جاما ووتر في اتش، يبقى انا بيه معايا الجاما ساتوريتد في زد ناقص الجاما ووتر في زد. اخد الزد عامل مشترك، هلاقي عندي هتساوي زد في جاما ساتوريتد ناقص جاما ووتر. كنا قلنا قبل كده ان جاما ساتوريتد كثافة مشبعة ناقص جاما ووتر هي الجاما سبميرجد. يبقى إذا كده إن الإجهاد الفعال بتاعي بيساوي زد في جاما سبميرجد. ده كده الإجهاد الفعال، ده كده هو الإجهاد اللي هينتقل عبر مناطق التلامس بين حبيبات التربة وبعضها البعض، ده كده الإجهاد الفعال. هنا لو جينا نبص هنلاقي إن الإجهاد الفعال في حالة التربة المغمورة، طبعا أنا هنا التربة مغمورة لأن المية أعلى من سطح الأرض، الإجهاد الفعال للتربة المغمورة بالمياه لو جيت أحسبه عند أي نقطة ما بيتأثرش بعمق المية فوق التربة المغمورة، لأن قيمته زي ما قلنا طلعت بزد في جاما سبمرجد. يبقى قيمة الإجهاد الفعال تتأثر بزد بس، ال H مش داخلة معايا في معادلة الإجهاد الفعال. يعني معنى كده إن قيمة الإجهاد الفعال للتربة لو هي مغمورة بالماء عند أي نقطة ما بتتأثرش بعمق المية اللي فوق التربة المغمورة. يبقى أنا هنا القيمة هنا للإجهاد هنا بصفر، هي عبارة عن جاما سبمرجد في زد، ده كده الإجهاد الفعال للتربة المغمورة. يبقى احنا كده قدرنا نحسب الإفكتيف ستريس، الإجهاد الفعال اللي هيتنقل عبر مناطق التلامس بين حبيبات التربة بعضها البعض. نيجي بعد كده نشوف الفيرتيكال ستريسز، الإجهادات الرأسية اللي هتتنقل عندي في التربة نتيجة للأحمال الخارجية. يبقى أنا لو عندي حمل خارجي بأثر على سطح التربة، الحمل دوت هيبدأ يولد عندي ستريس، هيولد إجهادات، الإجهادات ديت هتتنقل بقيمة تختلف عن قيمته الأصلية، بتكون قيمة أقل. يعني أنا لو عندي حمل بأثر هنا على سطح عند سطح التربة بقيمة معينة، كل ما هنزل طبقات التربة الأسفل قيمة الحمل دوت بتبدأ تقل معايا وأنا نازل مع زيادة العمق، لعند ما القيمة دي بتتلاشى تماما بيبدأ إن مفيش ستريسز نتيجة للحمل دوت عند عمق معين بيبدأ يتلاشى تماما. يبقى أنا قيمة الستريس اللي على سطح الأرض بيبدأ يقل تدريجيا مع العمق. نفس الكلام أقصى تأثير أقصى ستريس للحمل بيبقى موجود أسفل الحمل مباشرة. يعني أنا لو حبيت أحسب الاستريس وليكن يمين الحمل أو شمال الحمل على نفس العمق،
بيبقى اقل من لو انا بحسبه تحت الحمل مباشرة. يعني انا وليكن لو على عمق متر عاوز احسب الاستريسز، بتبقى اعلى لو انا على نفس العمق متر بس على مسافة يمين او شمال الحمل، على مسافة في اي اتجاه بعيد عن الحمل، يبقى اعلى ستريس بيبقى تحت الحمل مباشرة وبيبدأ يقل تدريجيا مع العمق لعند ما يتلاشى تماما. نفس الكلام على جميع الاتجاهات حوالين الحمل، بيبدأ القيمة بتاعته تقل لغاية لما مبقاش ليه تأثير خالص حوالين الحمل اللي بيأثر. هنبدأ نشوف الكلام دوت بينطبق على جميع أشكال الأحمال. يعني الكلام دوت لو جينا مثلا أول حاجة نشوف الاستريس ديو تو بوينت لود، لو أنا عندي حمل مركز في نقطة، الحمل دوت وليكن قيمته بي بيأثر في نقطة على سطح الأرض، عاوز أحسب الاستريس اللي هيتولد نتيجة الحمل دوت عند نقطة على مسافة زد من سطح الأرض. يبقى أنا عندي مسافة زد من سطح الأرض، والنقطة دي تبعد مسافة قطرية اللي هي المسافة R من الحمل اللي بيأثر على سطح الأرض. قيمة الدلتا سيجما هنلاقيها بتساوي ب على الزد تربيع مضروبة في 3 على 2 باي مضروبة في 1 على 1 زائد ار على زد تربيع الكل أس 5 على 2. الار دوت اللي هو ايه؟ الار عبارة عن الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد واي تربيع. أنا عندي إن النقطة اللي أنا عايز أحسب لها بمشي مسافة في اتجاه إكس ومسافة في اتجاه واي، بجيب من هنا المسافة القطرية اللي هي ار عبارة عن اكس تربيع الجذر التربيع لإكس تربيع زائد واي تربيع. لو جينا نشوف الجهات دوت هنلاقيه بيتناسب عكسي مع زد. ده الكلام اللي قلناه إن كل ما زد تزيد كل ما العمق بيزيد قيمة الاسترس اللي بتتنقل عندي بتبدأ تقل، كل ما العمق يزيد، لأن هنا الزد في المقام، كل ما العمق يزيد الاسترس بيقل. نفس الكلام لو جينا نشوف R اللي هي المسافة إن أنا أشوف الحمل عندي بيبعد قد إيه من النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها التأثير، الاسترسز بتبعد قد إيه من الحمل، هلاقي إن R نفس الكلام تتناسب عكسي مع الدلتا سيجما زد مع الاسترسز. معنى كده إن أنا كل ما ال R بتزيد نفس الكلام الاسترس عندي بيقل. يعني أقصى حمل لو R بصفر، R بصفر معناه إيه؟ معناه إن أنا بحسب الاسترس تحت الحمل مباشرة، وده اللي قلناه إن أقصى حمل أقصى استرس بيبقى تحت الحمل مباشرة. ونفس الكلام أقصى حمل لما الزد تبقى قليلة، كل لما زد بتقل أقصى استرس هيكون على الأعماق العالية. تاني حاجة هنتكلم عليها الاستريسز ديو تو لاين لود. لو أنا عندي حمل خطي، يعني وليكن خط أنابيب أو خط مسير، الأحمال بتاعته عبارة عن حمل خطي، لو عاوز أحسب الاستريسز الناتجة عن الحمل الخطي على عمق وليكن زد وعلى مسافة من أسفل الحمل وليكن مسافة إكس، هنلاقي الدلتا سيجما زد بتساوي 2 كيو في زد تكعيب على باي في إكس تربيع زائد زد تربيع الكل تربيع. زي ما قلنا إن كل ما قيمة الزد بتزيد دلتا سيجما زد الاسترس الناتج عندي قيمته بتقل لعند ما بتلاشى تماما. نفس الكلام كل ما قيمة إكس بتزيد اللي هي المسافة الأفقية من الحمل، كل ما بتزيد الإجهاد بيقل. بعد كده هنشوف الـ vertical stresses الإجهادات الرأسية ديوتو الناتجة عن الـ strip loading ناتجة عن الحمل الشريطي.
امتى نقول ان القعدة اللي عندي انها ستريب، انها قعدة شرطية؟ لو الطول بتاعها اكبر من او يساوي 10 اضعاف العرض. يعني انا لو عندي قعدة العرض بتاعها وليكن بي، والطول بتاعها 10 بي او اكبر من 10 بي، يبقى دي كده قاعدة شرطية ستريب لودنج. زي وليكن قاعدة تحت سور، عند سور، وفي قاعدة تحت السور، قاعدة مسلحة وليكن تحت السور، فبيبدأ الأحمال بتاعتي تتنقل عن طريق القاعدة الشرطية، تبقى ستريب فوتنج. لو أنا عاوز أحسب الاستريسز الإجهادات في التربة الناتجة عن القاعدة الشريطية على الستريب لودنج عن حمل شريطي، استخدم التشارت اللي قدامي. هنا التشارت هنا ده الدبس، العمق اللي أنا عايز أحسب عنده، بجيبه مقارنة بالبي. يعني أنا لو عندي العرض وليكن بي، بي دوت عرض الحمل الشريطي، وليكن لو متر وأنا عاوز أحسب على عمق متر، يبقى انا هاخد هنا الدبس بيساوي بي. لو انا عاوز احسب على 2 متر، يبقى الزد بيساوي 2 بي. لو انا البي بمتر، يبقى الزد بيساوي 2 بي. يبقى انا بدخل في الشارت دوت بالعمق، العمق بشوفه يساوي كام من البي، البي دوت اللي هو عرض القاعدة. ونفس الكلام بشوف النقطة اللي انا عاوز احسب عندها الاستريسز، هي تحت في منتصف الستريب لودنج، في منتصف الحمل بالظبط، ولا على يمين او شمال، مسافة قد ايه. ده نفس الكلام اللي هي المسافة اكس اللي كنا بنحسبها في اللاي لود. هنا نفس الكلام، بس المسافة هنا مقاسة من منتصف الستريب لودنج. يعني انا لو عاوز احسب على مسافة وليكن 2 متر، وانا عندي عرض القاعدة بي، يبقى انا لو عايز احسب على 2 متر، يبقى انا احسب عند 2 بي. هشوف هنا عند 2 بي، واشوف انا عاوز احسب عند عمق كام. هشوف هلاقي هقطع كيرف من اللي عندي دول، كل كيرف هنا عليه رقم، الرقم ده كده نسبة من الاستريسز. يعني انا لو عندي الحمل هنا بي، الحمل عند سطح الأرض وليكن بي، لو أنا عاوز أحسب على بعد 3 بي في منتصف هنا، هنلاقي نسبة الاستريس اللي عندي 2 من 10 من بي. وهنا واضحة أكتر إن قيمة الاستريس زي ما قلنا بتقل كل ما أنزل، كل ما العمق يزيد. يعني أنا هنا قيمة الاستريس بتبقى 9 من 10 من الاستريس عند سطح الأرض، كل ما العمق بيزيد تحت نلاقي قيمة الاسترس لغاية لما أوصل على عمق 6 بي اللي هو 6 أضعاف القعدة أو الاسترب لودينج، بلاقي إن قيمة الاسترس اللي نازلة عندي هنا بقت 1 من 10 من قيمة الاسترس عند سطح الأرض. يبقى الاسترس زي ما قلنا بيقل مع زيادة العمق. نفس الكلام الاسترس بيقل لو أنا بعت مسافة يمين أو يسار الاسترس الحمل اللي عندي. يعني انا لو بعدت مسافة وليكن 2 بي، وجيت احسب على سطح الارض، هلاقي ان مفيش استرس بيأثر عندي على سطح الارض يمين او يسار الحمل. طب على عمق تحت شوية، هلاقي مثلا لو على عمق بي وعلى مسافة وليكن بي، هلاقي ان قيمة الحمل 1 من 10 فقط من قيمة الاسترس، 1 من 10 من قيمة الاسترس عند سطح الأرض. يبقى بنأكد تاني إن قيمة الاسترس بتقل مع زيادة العمق، ونفس الكلام بتقل مع إن أنا أبعد يمين أو يسار الحمل اللي عندي. بعد كده هنشوف الفيرتيكال استرس، الإجهادات الرأسية due to rectangle area. لو أنا عندي مساحة مستطيلة محملة وليكن قاعدة مسلحة، قاعدة مستطيلة طولها L وعرضها B، عايز أحسب الاسترسز
الناتجة عن تحميل المساحة على عمق وليكن زد. الطريقة هنا اللي بستخدمها ان انا احسب الاستريس تحت ركن من اركان المساحة المستطيلة. يبقى الاستريس اللي هطلعه من الشرط دوت هو الاستريس تحت ركن من اركان المساحة المستطيلة. قيمة الاستريس دوت بتساوي كيو نوت في اي. كيو نوت هو الاستريس عند سطح الارض. قيمة الاي بجيبها بدلالة الام والان. الام دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بي على زد. بي اللي هو عرض المساحة المستطيلة اللي عندي، وزد العمق اللي انا عاوز احسب عنده. قيمة ال n عبارة عن ال على زد. ال اللي هو طول المساحة المستطيلة، وزد العمق اللي انا بحسب عنده. بدلالة ال m وال n بطلع من الشرط دوت قيمة ال i. عندي هنا قيمة ال n المحور الأفقي، عندي قيمة ال m، كل كيرف من دوت ليه قيمة لل m. بشوف قيمة ال n وقيمة ال m، شوف انا في انه كيرف من دول، هطلع قيمة الاي اللي هي موجودة عندي هنا. قيمة الاي هنلاقيها انها نسبة من قيمة، انا هضرب الاي اللي هي النسبة اللي عندي من قيمة الاسترس اللي عند سطح الارض. يبقى انا كده حسبت الاسترس على مسافة زد. الكلام دوت تحت احد الاركان، يعني الكلام دوت لو انا بحسب تحت ركن من اركان المساحة المستطيلة. بعد كده لو انا عاوز احسب الاستريس، لو انا عندي مساحة غير منتظمة الشكل وعاوز احسب الاستريس الناتج عنها على عمق معين، نستخدم حاجة اسمها النيو مارك شارت. اول حاجة ببدأ ان انا ارسم المساحة اللي هي غير منتظمة، برسمها بسكيل. السكيل دوت كل تشارت، كل نيو ماركت تشارت، اي تشارت هنلاقي فيه عليه هنا سكيل. السكيل اللي هي المسافة اي بي ديت انا بقيسها بالمسطرة بشوفها كام سنتي. بفرض ان زد اللي هو العمق اللي انا عاوز احسب الاسترس عنده. بفرض ان الزد يعني انا وليكن عندي زد 3 متر وعندي المسافة اي بي 3 سنتي، معنى كده ان انا هرسم بسكيل 1 لـ100، ان ال3 سنتي دول بيساوي ال3 متر. برسم الشكل اللي انا عاوز احسب الاسترس عنده، برسمه بنفس السكيل. يبقى انا لو عاوز احسب الاسترس الناتج عن شكل غير منتظم عند نقطة معينة، اول حاجة برسم الشكل دوت بسكيل. السكيل دوت ان طول الخط اللي موجود على الشارت اللي هو طول اي بي هو بيساوي العمق زد، وارسم الشكل كله بنفس السكيل دوت. بعد كده بحط الشكل اللي انا عاوز احسب الاسترس تحته، بحطه على التشارت، على نيو ماركت شارت، بحيث ان النقطة اللي انا عاوز احسب الاسترس تحتها تكون هي مع مركز الدوائر، منطبق على مركز الدوائر. يعني انا لو يكون دوت شكل عاوز احسب الاسترس تحته، يبقى انا رسمت اول حاجة بسكيل. السكيل دوت ان العمق اللي انا عاوز احسب الاسترس عنده بيساوي اي بي. رسمت الشكل بالسكيل، عاوز احسب وليكن في منتصف المربع دوت، يبقى انا هحط المربع دوت عندي على مركز الدوائر اللي عندي. بعد كده هحسب عدد المساحات جوه الشكل، يعني كل جزء من ده يعتبر مساحة، بحسب عددهم اللي هو عندي هيبقى الام. لو عندي جزء زي دوت مساحة مش كاملة، في حتة منها هنا بره الشكل وفي هنا حتة من الجزء دوت جوه الشكل، فدي مع دي تعتبر جزء كامل. يعني انا بكمل مع بعض، ومش لازم المساحة كلها تبقى جوه الشكل. يعني لو في جزء منها بره وفي جزء تاني بس هو جزء اللي جوه الشكل، فده مثلا بيكمل ده، يبقى كده جزء واحد. بعد عدد الاجزاء اللي جوه الشكل ده كده الام، يبقى الدلتا سيجما الاسترس الناتج عندي على عمق زد بيساوي الانفلونس فاليو مضروبة في قيمة الاسترس على سطح الأرض مضروب في عدد المساحات الواقعة داخل الشكل. الانفلونس فاليو دوت
دي بتبقى قيمة ثابتة لكل تشارت، بتبقى موجودة على التشارت عندي. يعني هنا الانفلونس فاليو بخمسة من ألف، يبقى أنا لو عايز أحسب الاستريس على عمق زد هتساوي 5 من 1000 في قيمة الاستريس عند سطح الأرض في عدد المساحات اللي جت جوه الشكل اللي أنا رسمه بالسكيل، اللي هو إن الطول اي بي دوت بيساوي العمق زد اللي أنا عاوز أحسب عنده. بعد كده لو عاوز أحسب الفيرتيكال ستريسز الإجهادات الرأسية ديو تو امبانكمنت لودز، لو أنا عندي حمل ناتج من جسر عاوز أحسب الاستريس اللي هيتولد عندي، عبارة عن دلتا سيجما زد بتساوي الكيوف الاي. الاي بنجيبها من التشارت اللي عندي، بجيب قيمة الاي بدلالة الاي على زد والبي على زد. الزد هو العمق اللي انا عاوز احسب عنده، المسافة بي هي المسافة من بداية الجزء المايل لعند النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها. يعني أنا النقطة تبقى تحت هنا، تحت النقطة اللي أنا عاوز أحسب عندها المسافة بي من بداية النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها لعند بداية الجزء المايل بتاع الجسر. زي ما احنا عارفين إن الجسر بيبقى ليه جزء مايل وبعد كده جزء أفقي، المسافة بي هي من بداية الجزء المايل لعند النقطة اللي أنا عاوز أحسب تحتها. المسافة ايه؟ هي المسافة الأفقية بتاعة السلوب بتاعة الجزء المائل اللي عندي. لو أنا عندي قيمة الاسترس الناتجة عن الجسر دوت على سطح الأرض هنا وليكن كيو نوت، يبقى أنا القيمة عندي على مسافة زد بتساوي الكيو في الأي. قلنا الأي هنجيبها من التشارت بدلالة البي على زد، عرفنا ان البي هي المسافة من بداية الجزء المائل اللي عند النقطة، وان المسافة ايه هي المسافة الافقية بتاعة الجزء المائل عندي هنا. شوف قيمة الاي على زد طلعت بكام، والبي على زد كل منحنى من دول ليه قيمة بي على زد. اشوف الاتنين مع بعض هلاقي عندي قيمة الاي طالعة بكام، اضرب قيمة الاي اللي عندي في قيمة الاسترس اللي موجود على سطح الأرض، وأنا كده حسبت دلتا سيجما اللي هو الإجهادات الرأسية على عمق معين. بعد كده آخر طريقة عندي طريقة اسمها الأبروكسيميت تو 2:1 2:1 ستريس ديستريبيوشن ميثود. الطريقة ديت إن أنا بوزع الحمل على مساحة تتشابه مساحة السطحية بس بتزيد تدريجيا بزيادة العمق بمعدل وحدة أفقية لكل 2 وحدة رأسية. يعني أنا لو عندي دي المساحة اللي على سطح الأرض اللي عليها الحمل وليكن عرضها 2BF والطول 2LF، ده كده على سطح الأرض. لو أنا عاوز أحسب الاسترس على عمق وليكن زد، هشوف الاسترس عندي على سطح الأرض عبارة عن الفورس على اريا، يبقى اف زد ده كده الفورس على اريا على مساحة اللي عند سطح الأرض هي التو بي اف في تو ال اف، يبقى ده هو الطول في عرض. كده جبنا الاريا على سطح الأرض. طيب لو أنا عاوز أحسب الاسترس على عمق زد، هقسم نفس الفورس اللي عند الاف زد بس على مساحة أكبر، بحيث ان انا هي نفس شكل المساحة اللي على سطح الارض بس بتزيد نسلة بميل 2:1، يعني وحدة افقية لكل 2 وحدة رأسية. يعني انا ده التو بي اف هنا هو التو بي اف دوت نازل بسلوب بميل واتنين وحدة وحدة أفقية لكل 2 وحدة رأسية. يعني أنا لو نزلت رأس زد يبقى أنا هزيد هنا نص زد، عندي في الاتجاه دوت نص زد وهنا نص زد، يبقى العرض تحت هنا بقى الفرص هيتقسم على مساحة أكبر، مساحة بقت تحت 2BF اللي هي 2BF، زودنا عليها هنا زد على 2 وزد على 2 يعني 2BF زائد زد. نفس الكلام في الاتجاه التاني،
هيبقى طول 2 ال اف، زودنا هنا زد على 2 وزد على 2 بقت 2 ال اف زائد زد. يبقى معنى كده ان الاستريسز الاجهادات عندي على عمق زد هتساوي الاف زد على مساحة الاكبر اللي هي 2 بي اف زائد زد مضروبة في 2 ال اف زائد زد. معنى كده ان انا لما هقسم الفورس على مساحة اكبر هيديني استرس اقل. كده يبقى خلصنا الطرق اللي انا هحسب منها الاستريسز الاجهادات الناتجة عن الاحمال الخارجية. عرفنا النهاردة في محاضرة النهاردة الاستريسز اللي بتأثر عندي على التربة، وقلنا انها بتبقى اما نتيجة وزن التربة نفسها او الاستريسز ناتجة عن احمال خارجية. كده يبقى خلصنا محاضرة النهاردة، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية هنحل بعض المسائل على السويل ستريسز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. With our best wishes.